طبيعة الفل الناس الفل. سمح جميل بن ماضي مدرب المنتخب الجزائري للاعب يوسف البليلي بمغادرة تربص الفريق المقام حاليا بالجزائر، يعود لناديه الترجي الرياضي التونسي. وتواجه الجزائر يوم الثلاثاء تونس وديا استعدادا لنهائي كان مصر 2019. بالماضي وافق على طلب إدارة الترجي بالسماح للبليلي للعودة إلى تونس يستعد مع الفريق لخوض لقاء كأس السوبر ضد الرجاء المبرمج ليوم 29 مارس. يذكر أن ثلاثي أيمن بن محمد وطايش الخنيسي وأنيس البدري قد عادوا للتدريب مع الترجي بعد أن خاضوا لقاء تونس وإسواتيني يوم الجمعة الماضي. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي في كأس السوبر. ما تنسيش جمع الفيديو أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.